إيمان، وفي اليوم العالمي للمرأة تحتفل بما قدمته خلال السنوات الماضية للمرأة بشكل خاص وللشباب بشكل عام، بهدف خلق جيل قادر على تخطي مصاعب الحياة بتعليمهم مهارات عصرية تمكنهم علمياً، مستمدة قوتها من واقع حياتها بعد أن استطاعت تخطي القيود الاجتماعية. كقصة لي أنا كأمرأة بصرية، أنا اليوم أمكن الشباب للانطلاق إلى سوق العمل والقطاع الخاص والانطلاق إلى العالم الخارجي من خلال تعليم اللغات، من خلال لغات الحاسوب، من خلال التنمية البشرية، من خلال المانجمنت الإدارة. نحن اليوم نسعى إلى خلق جيل يأخذ شهادة بكالوريوس من الجامعة ويعززها بشهادات أخرى تمكنه من الانطلاق الصحيح. قوانين معطلة تسعى منظمات دولية وأخرى محلية لحث مجلس النواب على تشريعها، أبرزها يتعلق بحماية المرأة من العنف الموجه بجميع صوره من خلال حملات التوعية والتثقيف بدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع. قانون حماية المرأة أيضا من العنف ووقايتها من العنف الأسري اللي تعطل منذ سنوات، نعمل حملات مناصرة ومدافعة من أجل إقرار هذه القوانين أو تعديلها أو تشريع قوانين جديدة. من جانب آخر، تسعى منظمات مدنية نسوية إلى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فضلا عن تنمية قدراتها لتذليل العقبات المجتمعية والعمل على تحقيق العدالة في مجتمعاتهن. كمنظمات مجتمع مدني الذي نقدمه للمرأة هو بناء قدرات، توعية، تثقيف، غيرها من الأمور التي ممكن أن نهتم بها بقضايا المرأة. لكن أنا أوجه رسالتي لجميع النساء حتى يكون لنا دور واضح وبصمة كبيرة داخل مجتمعاتنا، لابد أن يكون لدينا التحالف فيما بيننا. يجب أن نكون نحن امرأة داعمة للمرأة في المرأة أخرى في قضيتها الإنسانية. قانون العنف الأسري ما زال يقبع في أدراج مجلس النواب العراقي لأربع دورات تشريعية بسبب رفضه من قبل بعض الكتل والأحزاب بحجة إخلاله بالقوانين المجتمعية والدينية. وسجلت مديرية الشرطة المجتمعية نحو 1300 حالة عنف أسري طالت المرأة في جميع المحافظات العراقية خلال العام الماضي 2022 وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف الموجه ضد المرأة والطفل. نجح العابدي، الحرة، محافظة البصرة.